يعطيكم العافية. أولى اليوم إن شاء الله رح نكمل معكم بارت 2 من محاضرة البون. أخذنا بارت 1، بارت 2 إن شاء الله حيكون أخف ككونتنت كمحتوى وكعدد سلايدات كمان من المحاضرة الأولى، فإن شاء الله تكون الأمور أسهل هاي المرة. بالنسبة للسلايد فأنا حابة أذكركم إن السلايد هو سلايد الدكتورة، ولكن غيرنا الباك جراوند وأضفنا كلام الدكتورة مثل هون أول سلايد، وأي كلام بتلاقوه باللون البنفسجي فهو كلام الدكتورة. ما قدرت أفصلهم مثل المحاضرة الأولى بمربعات إلا نادرا مثل هيك، تمام، لأنه شوي الكلام مندمج مع كلام السلايد، تمام، فعشان يكون الكلام متواصل اضطريت أنا أضيفه على الكلام الأصل موجود بالسلايد على باللون هذا اللي هو اللون البنفسجي. طيب هلا اليوم إن شاء الله رح نحكي عن two main subjects، هم عبارة عن البون formation، كيف بتكون البون، متى بلش تكونه، كيف يتكون، أشكال تكونه، ورح نحكي كمان عن البون growth، بعد ما تكون البون بده ينمو يزيد بالحجم، فرح نحكي إن شاء الله عن formation وال growth. موضوعين كتير بسيطات فيهم شوية فهم، لكن mainly حيكون حفظ، تمام، فرح أحاول إن شاء الله أحفظكم مع الفهم. هاي رح نبلش بكم معلومة حكتهم الدكتورة ببداية المحاضرة. الشغلات يمكن هي تكررت على مدار المحاضرات ولكن وجب التذكير فيها. في عندنا احنا two types of connective tissue، لما احكي CT فهي اختصار connective tissue، تمام، two types of connective tissue proper موجودة بالإمبريو، two main types رح يعطونا كل انواع tissues of connective tissue، تمام. في عندنا mesenchymal connective tissue وهي اللي احنا بتهمنا بمحاضرات البون والكارتليج، mesenchymal connective tissue، تمام. في عندنا النوع الثاني اللي هو عبارة عن الميوكويد كونكتيف تيشو، ميوكويد كونكتيف تيشو بتعطينا أنواع تانية من الخلايا تماما، تمام؟ لكن اللي احنا بتهمنا هون هي عبارة عن الميزنكايمو كونكتيف تيشو. الميزنكايمو كونكتيف تيشو هي عبارة عن مجموعة تيشو بتتكون من undifferentiated mesenchymal cells، أنواع cells الموجودة بالميزنكايمو كونكتيف تيشو من اسمها mesenchymal فهي عبارة عن mesenchymal cells ولكنها undifferentiated، رح تعمل لقدام differentiation وتعطينا أنواع مختلفة من cells. موجود فيها ground substance، موجود فيها كمان blood vessels. It is highly vascularized، كتير لازم تكون highly vascularized لأنه هي rapidly dividing cells، يعني هي الخلايا الأم، هاي الخلايا الأصل، تمام، اللي رح تعطينا أنواع متعددة من الخلايا، فبهمنا إحنا نكون عاملين good blood supply لهي الخلايا، تمام، عشان تكون قادرة على إعطاء الأنواع المختلفة من الخلايا. معلومة تانية إنه الإمبريو كيف بتكون؟ رح يبلش الإمبريو بالبداية من خلال لما يجي الـ oocyte، secondary oocyte إذا بتتذكروا، to be fertilized by sperm، تمام؟ فهي مرحلة الـ fertilization لما هي مرحلة التقاء الـ secondary oocyte مع sperm، تمام؟ بصير في عندنا fertilization. بعدين بعد الـ fertilization بصير في عندنا cell division، بتكون هي عبارة عن cell واحدة متحدة، لما يتحد الـ oocyte مع sperm بصير one cell، تمام؟ بعدين بصير لهاي cell division، تنقسم هاي الخلية حتى تعطينا زايجوت. الزايجوت هاد بضل ينقسم حتى يعطينا موريلا، تمام. الموريلا هاي السيجنيفيكانس تبعيتها انه فيها 3 امبريونيك لاير، طبعا فيها فلويد ما حنختلف، بس الموريلا هاي فيها 3 امبريونيك لايرز، وهدول هم اللايرز، هم السر كل شيء موجود بالجسم، كل خلية كل تيشو موجود بالجسم مصدرها اما الميزوديرم اكتوديرم أو إندوديرم، تمام؟ ميزو، إكتو، إندو، هدول هم 3 layers اللي بيكونوا كل خلية من خلايا الجسم. فإحنا أي organ، أي تشو موجود بالجسم بنلجحهم على واحدة من هدول 3 layers الموجودين بالموريلا، تمام؟ أوكي، هلأ إحنا الطبقة اللي بتهمنا من هدول 3 layers هي عبارة عن الميزوديرم اللي هي نفسها الميزنكايمال تشو، تمام؟ فلما نيجي إحنا نحكي إيش هي الإمبريونيك layer المسؤولة عن تكوين الـ cartilage and bone، لازم يكون جوابنا الـ mesoderm، تمام؟ أوكي، هلا برضو هون شغلة ما ذكرت بالمحاضرة الأولى ولكن برضو لازم ننتبه لها. في عندنا name أو اسم تاني للـ immature bone أو الـ woven bone. الـ immature bone في له اسم تاني بنسميه الـ osteoid. هون في تشابه اسمين osteoid and osteon. osteon هو عبارة عن structural and functional unit of the compact bone. والcompact bone هو عبارة عن نوع من أنواع الماتشور bone، تمام؟ إذا بتتذكروا لما يترتبوا هيك الكولاجين فايبرز على شكل دوائر concentric، خلينا نحكي arrangement، وتترسب عليها أو تترتب عليها الأوستيوسايت، هذا بنسميه الأوستيون. أوستيون هو عبارة عن forming unit of الcompact bone، تمام؟ ولكن الأوستيويد بالدال فهو عبارة عن الimmature bone نفسه، يعني اسم تاني، تمام؟
فانت كثير مهم نفرق ما بين اوستيون بالان اوستيويد بالدي. تمام اوكي بلش هلا بالمحاضره. هذا الحكي اللي حكيناه فوق هذا عباره عن مقدمه اعطتها الدكتوره قبل المحاضره. تمام نيجي هلا على اول موضوع بالمحاضره البون فورميشن، كيف بتكون البون ومتى بتكون. هلا البون بدايه تكونه اول ما يتكون في عندنا تو مين ويز. تمام اما بتكون دايركتلي او indirectly. احنا اتفقنا انه البون مصدره الميزينكايمال سيلز. تمام الميزينكايمال سيلز هي مصدر البون، فهي اما بتتكون دايركتلي من الميزينكايمال سيلز انتو بون ما في مرحله انتقاليه، او indirectly مرورا بالكارتليج ستيج. يعني بصير كالاتي، بيكون في عندنا ميزينكايم او ميزينكايمال تيشو بيتحول لكارتليج، والكارتليج بتتحول لبون. في عندنا مرحله انتقاليه اللي هي عباره عن الكارتليج. تمام طيب في عندنا هون مصطلح بنسميه الاوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن وين ما تسمعوا كلمه اوسيفيكيشن هي عباره عن تكون البون نفسها فورميشن اوف بون. تمام فهي عباره عن the process of bone formation. هاي الجمله كلها بنختصرها بكلمه اوسيفيكيشن، او تعريف ثاني هي عباره عن the process of replacing other tissues with bone. يعني ان يكون في عندنا cartilage والكارتليج هذا يتحول لبون، هذا عباره عن اوسيفيكيشن. تمام اي تيشو بتحول لبون هي عباره عن الخطوة هاي عبارة عن ossification، هي نفسها عبارة عن formation of bone. تمام فننتبه هون ان الossification له تعريف، اما formation of bone او replacing other tissues with bone. تمام اوكي وين احنا بنشوف البون formation؟ bone formation mainly بنشوفه intrauterine كامبريو. تمام اول ما يتصنع البون ببلش تصنيعه او ببلش تكونه سبحان الله، والبيبي ببطن امه. تمام والبيبي هو امبريو يعني داخل الرحم intrauterine. intra معناها داخل، uterine من uterus اللي هي الرحم. تمام ولسه الجنين ببطن امه ببلش يتكون البون. تمام انتبه لهذا الموضوع، فهي اهم مرحله من مراحل تكون البون، لانه لو ما تكون البون والبني ادم امبريو ما رح يتكون على بعد ما ينولد. تمام فاول مكان خلينا نحكي بصير فيه bone formation هو كامبريو intrauterine. الأشياء الثانية أو المواقف الثانية situations الثانية اللي بصير فيها bone formation هي عبارة عن the growth. the growth هلأ إحنا the growth إحنا ناخده كموضوع منفصل بالمحاضرة، بس أثناء the growth حيصير في عنا مرحلة bone formation. the growth هي شغلتين. طبعاً إحنا الهدف من the growth إنه البون يزيد بالحجم، تمام؟ بالتناسب مع حجم الجسم. بس مرحلة the growth حيكون فيها مرحلتين formation اللي هي osteoblast activity و destruction اللي هي osteoclast activity. blast and clast balance between them بصير في عندنا proper growth. تمام اوكي فلما نرجع مرحلة ال growth ان شاء الله حنشوف جزئية ال bone formation. تمام ال situation الثالثة اللي بصير فيها bone formation هي remodeling of bone. تمام هلا احنا في عندنا ال يعني وكأنه احنا بنحكي عن مراحل تكون البون بالإمبريو، بعدين growth زيادة بالحجم والطول وما إلى ذلك بالتناسب مع الجسم بعد ما ينولد، بعدين في عندنا الريمودلينج يعني إحنا حنوصل لمرحلة اللي هو لما يكتمل النمو عندنا حوالي سن 18 لل 22 تقريبا خلاص ببطل في بون جروث، بس في عندنا الريمودلينج إنه البون يحافظ على حجمه اللي وصل له. تمام سو إحنا بيكون في عندنا حجم بون صغير بعد ما يصير له فورميشن، بعدين جروث حتى يوصل حجم معين بيوقف الجروث نوعا ما، ما بيزيد بالحجم وبالطول وما إلى ذلك، بس بصير في عندنا مرحلة الريمودلينج حتى يحافظ البون على شكله وعلى حجمه. تمام؟ أوكي ورابع situation بصير فيه البون فورميشن هو الريبير of a fracture. once صار في عندنا كسر بالعظم، تهتك بالعظم، أي تراما للعظم، تمام؟ أي injury للعظم، بده يصير في عندنا repair تصليح لهذا العظم. التصليح هذا بحاجة لبرضه bone formation. so هاي هي الأربع مواقف أو الأربع situations اللي بصير فيهم bone growth، كثير مهم نحفظهم كلهم. طيب هلا نبلش بأول situation بصير فيه bone formation، وأهم situation هو عبارة عن تكون البون داخل الإمبريو. تمام intrauterine. هلا بالنسبة للتوقيت فهو من السادس أسبوع للأسبوع الخمسة وعشرين. هلا الجنين بيبطل ببطن امه تقريبا خلينا نحكي من 38 ل 40 اسبوع. تمام هم 9 اشهر، احنا خافينها 9 اشهر ولكن طبيا احنا يعني كطلاب طب وكاطباء ما بنحكي 9 اشهر، هذا الحكي للناس اللي خارج الطب. احنا بنحكي من 28 ل 40 اسبوع. تمام ببلش تكون البون من الاسبوع السادس وبنتهي تقريبا بالاسبوع ال 25. تمام كيف بدنا نحفظ هذول الرقمين؟
أعطيكم شغلة هيك على السريع. بالنسبة للستة فأنتوا احفظوها كالآتي. هلا الجنين بالعادة أكبر جزء فيه هو العص، تمام؟ في عندنا العص، ونفترض إنه في جنين مقلوب، يعني العص تحت والجلي فوق، فستة، تمام؟ العص والجسم، الجسم نوعا ما بيكون أنحف بكتير من العص، العص هو أكبر عضو ب الجنين أو البيبي داخل بطن أمه، تمام؟ فهي ستة. أما بالنسبة للخمسة وعشرين فنحن نحفظها كالآتي. نتخيل إنه في توينز، تمام؟ ف تو بيبيز داخل اللحم، ففي عندنا 2، تمام؟ نوعا ما. بعدين في مراية فعكست عليها 5، تمام؟ فهي 2 5، تمام؟ 25، فهي من 6 ل 25، تمام؟ هاي اشي هيك يعني اهبل عشان تحفظوا الارقام هاي. طيب هلا البون فورميشن انترا يوتراين كامبريو فيه 2 باترنز، والتو باترنز هدول ماشيين مع 2 تايبس اوف بون، اما فلات بون واما لونج بون. فموستلي في واحدة من هدول الباترنز رح تعطينا flat bones، في واحدة تانية الوحدة التانية رح تعطينا long bones، تمام؟ الأولى بنسميها intramembranous ossification، ومن اسمها membranous حتعطينا flat bone، حيكون الموضوع عبارة عن membrane، والmembrane هذا اللي حيعطينا بالنهاية flat bone، نسميها intramembranous ossification. ossification حكينا هي عبارة عن bone formation، bone formation معناها ossification، تمام؟ الباترن الثاني هو عبارة عن endochondral ossification، بيكون في عندنا cartilage طويلة تتحول لبون، تمام؟ فهاي برضو رح تعطينا اللونج بون. سو واحدة رح تعطينا الفلات بون اللي هي عبارة عن intramembranous ossification، intramembranous ossification، والثاني رح تعطينا اللونج بون اللي هي عبارة عن endochondral ossification، تمام؟ اوكي. شغلة ثانية بدنا نعرفها قبل ما نروح على التفاصيل، الintramembranous ossification اللي بتعطينا mostly الفلات بون، تمام؟ هي عبارة عن مثال على direct bone formation، لأنه بيكون في عندنا membrane of mesenchymal connective tissue، وهي مباشرة بتحول لبون، فهي ossification of mesenchymal connective tissue، فهي عبارة عن direct bone formation. وزي ما حكينا حتعطينا ال flat bones مثل ال flat bone of the skull، رح تعطينا أنواع تانية من البون ولكن مش ال long bone مثل mandible، مثل الكلافيكلز وما إلى ذلك، اللي هي عبارة عن نوعا ما بنسميها يمكن irregular bones، أوكي؟ يعني مو ماخذة لا شكل الفلات ولا شكل اللونج بون مثل الفيمر، تمام؟ أوكي. النوع الثاني أو الباترن الثاني اللي هو عبارة عن endochondral ossification، وهذا مثال على ال indirect bone formation، رح يمر بمرحلة الكارتليج الميزنكايمال سيلز لكارتليج into bone، تمام؟ 100%. فهي ossification of cartilage، بالله تنتبهوا، هاي ossification of mesenchymal connective tissue مباشرة، فهي direct bone formation. أما هاي ossification of cartilage فهي indirect bone formation، تمام؟ مرت بمرحلة الكارتليج. طبعاً most bones in the body are from this way including long bone، mainly بتصنع long bone. لما نحكي لكم أنه معظم البونز بالجسم are formed by which pattern، هي عبارة عن endochondral ossification، تمام؟ أوكي. وزي ما حكينا مرة تانية ossification هي عبارة عن bone formation from other tissues. طيب نيجي هلا نحكي بأول pattern اللي هو عبارة عن intramembranous ossification. هلا من اسمها intramembranous فحيكون في عندنا membrane، تمام؟ هذا membrane حيكون فيه mesenchymal connective tissue. mesenchymal connective tissue حكينا تحتوي على undifferentiated mesenchymal cells. هاي الميزنكايمال سيلز رح تعمل differentiation into the mother خلينا نحكي bone mother cell اللي هي عبارة عن osteoprogenitor cells، تمام؟ osteoprogenitor cells will differentiate برضو into osteoblast، وهذا الحكي كله حكيناه بالمحاضرة الأولى. osteoblast لما نوقف عند مرحلة osteoblast رح يتكون عندنا osteogenic islands. هلا ركز معي، في كمية حفظ يعني لازم تحفظوها، الله بعينكم، بس لابد من حفظها. هلا الدكتورة ما ركزت عليها بالمحاضرة، ولكن الدكتورة يعني لا يعتمد على موضوع انه تركز على هاي او على هاي، تمام؟ هلا احيانا بتعطي هنتات لأسئلة، ولكن ستيل يعني ما بتلتزم دائما. ركز معي، احنا لما نوقف عند مرحلة الاوستيوبلاست اللي تكونت من الاوستيوبروجينيتور سيل داخل الممبرين هاد، احنا وصلنا لمرحلة بنسميها اوستيوجينيك ايلاندز، وكأنه صار في عندنا مثل هيك تكونات او تجمعات. هاي التجمعات فيها osteoblasts، أوكي؟ فهي من اسمها islands يعني تجمعات. islands معناها زي الجزيرة، كيف الجزيرة اللي بتكون داخل البحر، مجموعة جزر، فهي بتكون عبارة عن مجموعة جزر داخل التشو اللي حواليها، تمام؟ أو الماتريكس اللي حواليها. هلا الاوستيوبلاست هاي بالمرحلة الجاية رح تبلش تعمل وظيفتها اللي هي عبارة عن production of bony
أو bone matrix. أوكي بتبلش تعطي the ground substance تبع البون لأنه هاي function تبيتها تمام within the membrane طبعا. بعد هيك لما تبلش تعطي matrix تبعيتها رح تبلش هاي matrix تحاوط نفس السيلز. يعني إحنا في عندنا سيل هون اللي هي الأوستيوبلاست تمام، هاي الأوستيوبلاست تمام، رح تبلش تعطينا ground substances. هاي ground substances رح إيش اللي هي عبارة عن matrix رح تحاوطها، فهي رح تصفي أوستيوبلاست surrounded by the matrix اللي هي صنعتها تمام. أوكي so the osteoblasts surround themselves or themselves yes by the matrix. فبصير في entrapment بتنحبس داخل هاي الماتريكس، وهون ببلش الموضوع، هون ببلش شوي هيك الاختلاف تمام عن الشيء اللي احنا بنعرفه. فالماتريكس زي ما حكينا بيحوط هاي الاوستيوبلاست تمام، وبتتحول الاوستيوبلاست انت اوستيوسايت خلاص. ما دام انه حوطت بالماتريكس واستقلت بمكانها اللي هي عباره عن اللاكيوني اذا بتتذكروا تمام، فبتصير entrapped inside هاي مولم اللي لاكيوني تمام. اللاكيوني اللي هي عبارة عن بيت الأوستيوسايت إذا بتتذكر صح، لأن الأوستيوسايت أو الأوستيو أي بون سيل محاطة بالبيت تبعها تمام. أوكي فهي بنسميها لاكيوني. فبصير في عنا entrapment زي اللي بتنحبس الأوستيوبلاست داخل اللاكيونيز تمام. بعد هيك بتحول للأوستيوسايت، وقت ما تستقر مكانها داخل البيت تبعها باللاكيوني بتحول الاوستيوبلاست انتو اوستيو من بلاست انتو سايت تمام. الاوستيوسايت اللي هي عبارة عن الماجوريتي اوف ذا بون سيلز اللي هي السيلز المستقلة تمام. هاي المرحلة بنسميها اوستيويد ستيج، واحنا نتذكر انه كلمة اوستيويد معناها immature bone تمام او woven bone، بتختلف عن كلمة اوستيون هي عبارة عن ال forming unit of lamellar bone أو خلينا نحكي compact bone تمام. هاي الشغلة وهاي الشغلة. So أول stage هي عبارة عن osteogenic island formation. ثاني stage هي عبارة عن osteoid stage، بنوقف فيها عند الأوستيوسايت اللي محاطة بالماتريكس اللي كونته الأوستيوبلاست السلة اللي قبليها تمام. بعد هيك الأوستيويد اللي هي اللي تكونت عندنا بعد تكون الأوستيوسايت ومحاطة بالماتريكس تبيتها بصير لها mineralization. بدي أضيف هلأ minerals للماتريكس هات حتى يصير أكثر صلابة، وحكينا الصلابة تعتمد على قديش في minerals بالبون تيشو تمام. في minerals كتير فهي صلبة أكثر، فأنا هلأ بدي أعمل صلابة، أزيد صلابة للماتريكس حتى يصير أكثر بوني من إنها cartilage تمام. أوكي فبدي أعمل mineralization لهاي الماتريكس أو لهاد الأوستيويد اللي تكون من خلال إني أضيف الكالسيوم salts تمام، وهذا بيتم من خلال انزيم بنسميه الالكالين فوسفاتيز. واذا بتتذكر الالكالين فوسفاتيز بتكونه الاوستيوبلاست اوكي، بدل الاوستيوبلاست واحده من وظائفها غير انه تعطينا الماتريكس هي انها تعطينا الالكالين فوسفاتيز حتى تساعد على المينراليزيشن اوف الماتريكس تمام. فالايلاندز هاي اللي تحولت ل اوستيويد تمام اوستيويد، بعدين صارت عباره عن برايمري اوسيفيكيشن سنتر. وانس صار في عندنا mineralization أو crystallization أو إضافة الكالسيوم salts into the matrix تمام؟ وهذه المرحلة بنسميها ossification stage أو formation of spicules تمام؟ ossification لأنه هاي هي المرحلة فعلياً اللي تحول فيها tissue into bone تمام؟ كان tissue لين نوعاً ما، هلأ عملنا له mineralization فتحول into bone، فهي ossification stage أو formation of spicules. spicules لأنه إحنا هلأ عم نحكي عن الفلات بون او الاريجولار بونز، ومعظم الفلات بون او الاريجولار بونز هي عباره عن سبونجي بون، فانا بحاجه اكون سبيكيولز تمام. البون اللي راح يتكون هون مو لاميلر بون، مينلي مو لاميلر بون، حيتكون سبونجي بون تمام. اوكي سبيكيولز اللي هي عباره عن نتوءات عظميه. اوكي طيب بعد هيك بتيجي مرحله انه انا اعطي هذا التيشو بون فيسلز بلود فيسلز اسفه، ما في تيشو بدون بلود سبلاي تمام. حتى يصير في عندنا survival لتيشو معين لازم أنا أعطي nutrient، والبون بحصل nutrients تبعيته primarily من البلود تمام. فأنا هلأ بدي أشبع هذا التيشو اللي صار عندي ب blood vessels، فبلش أعطي أنا blood vessels تمام. هاي blood vessels لح تساعد هاي spicules to grow أكتر تمام، اللي هي نتوءات العظمية هاي تنمو أكتر وتلتقي مع بعضها to fuse together تمام، حتى تحصل لي شكل ال immature bone. بهاي المرحلة الرسمية صار في عندي بون، ولكن هذا البون لساته woven bone أو primary spongy bone تمام.
بعد هيك رح تبلش الاوستيوكلاست تشتغل شغلها. طبعا الاوستيوكلاست من وين اجت؟ اجت من البلود فيسلز اللي انا اعطيتها للبون، لانه الاوستيوكلاست اذا بتتذكروا هي الاوريجن تبعها بلود مونوسايت، فهي بتيجي من البلود، بتتلثب او خلينا نحكي بتلكس حالها وين؟ بالبون تيشو. بتبلش الاوستيوكلاست اللي اجت من البلود سبلاي اللي انا اعطيته للبون، بتبلش تعمل ايروجن اوف برايمري بون ماتريكس، بلش تعمل reshaping of bone اللي هي remodeling نوعا ما، بس هي ما بنسميها remodeling هون، reshaping of the bone. بتبلش هيك تخلي البون كيف عملية النحت، كيف احنا لما نعمل تحفة معينة بضل عملية النحت اخر شيء حتى نعمل perfection للموضوع. بتيجي الاوستيوكلاست بتاكل اي شيء زائد وبتساعد على انه نحصل شيب الشيب المراد للبون، حتى انا بالنهايه يصير في عندي سكندري بون. سو هاي المرحله احنا وصلنا للبون، ولكن ووفن بون برايمري بون. بعد ما بلش الاوستيوكلاست تشتغل شغلها انا هيك حصلت السكندري بون اللي هو عباره عن الماتشر بون. نتذكر انه لساتنا عم نحكي عن سبونجي بون، تمام؟ سبونجي بون هو واحد من انواع السكندري او الماتشر بون. بعد هيك لما يتكون عندي طبقة السبونجي بون اللي هو عبارة عن center of الفلات بون، بمراحل معينة رح يتكون عندي الكومباكت بون على الطرفين حتى يتكون عندي a full flat bone، تمام؟ ولكن هاي المراحل كلها حتى أنا أكون سبونجي بون الموجود بالcenter تبع الفلات بون. ف with time رح يصير في عندنا covering لهاي السبونجي بون والكومباكت بون حتى أنا أكون الفلات بون كامل، أوكي؟ طيب. فهي responsible mainly هاي البروسيس اللي هي عبارة عن intramembrane ossification عن تكون الفلات بون وأنواع تانية من البون مثل mandible مثل الكلافيكل وما إلى ذلك. المهم مو long bone، تمام؟ long bone في له سلافة مختلفة اللي هي عبارة عن endochondral أو اسم تاني intracartilaginous ossification اللي هي indirect ossification، زي ما حكينا يعني بتمر بمرحلة انتقالية اللي هي الكوندرو، خلينا نحكي الكوندرال تيشو اللي هي عبارة عن الكارتليج، تمام؟ فهي إما endochondral ossification أو بنسميها intracartilaginous ossification، نفس المعنى، بده يكون في عندنا كارتليج بده يتحول لبون، تمام؟ أوكي. وقبل ما نشوف أو نفوت بالباترن الثاني اللي هو عبارة عن intracartilaginous ossification، نحكي شوي هيك بشكل سريع، عملت ملخص سريع جدا لموضوع الانترميمبرانس اوسيفيكيشن، تمام؟ سو احنا حكينا الانترايترين بون فورميشن it is either intramembranous او endochondral، تمام؟ شرحنا احنا الانترميمبرانس كالآتي، حكينا انه بيكون في عندنا undifferentiated mesenchymal cells ضمن الميزنكيمال connective tissue، تمام؟ رح تعطينا بالنهاية الاوستيوبروجينيتور cells. الاوستيوبروجينيتور cells will differentiate into osteoblast. الاوستيوبلاست رح تبلش تعطينا الماتريكس، الماتريكس هي واحدة من its function انه تعطينا البون ماتريكس. البون ماتريكس رح يحاوط الاوستيوبلاست، تمام، ويعملها entrapment، رح يحاوطها ويحبسها باماكن معينة بنسميها اللاكيني. بعد هيك الاوستيوبلاست لما يصير لها entrapment رح تتحول لاوستيوسايت او اس اوستيوسايت. بعد هيك رح يصير في عندنا calcification أو mineralization of ال matrix، تمام؟ زي ما أنتم ملاحظين كيف لون الماتريكس تغير، كان شوي أصفر صار أكثر أخضر and dense، فهي صار في عندنا mineralization of the matrix هي مرحلة الossification. بعد هيك أنا أعطيت التشو blood vessels حتى يصير في عندنا growth أكثر للspicules الموجود بهذا البون، تمام؟ فتكون في عندنا immature bone. بعد هيك البلود فيسلز هاي من البلود اعطتنا الاوستيوكلاست حتى يصير عندنا reshaping and more maturing of the bone حتى يتحول into mature bone. mature bone هذا بيكون spongy. مع الوقت spongy bone هذا رح يصير عنده coverage او covering من الجهتين من باللاملر بون حتى يتكون في عندنا الفول فلات بون، تمام؟ هاي بالنسبه للبروسيس تبعيت ال intramembranous ossification. نرجع هلا نشوف كيف بصير في عندنا الباترن الثاني اللي هو عباره عن endochondral ossification. طيب نيجي نحكي هلا عن الباترن الثاني من البون ossification او البون formation اللي هو عباره عن endochondral او intracartilaginous أو نفسه الـ indirect ossification. حكينا indirect لأنه بمر بمرحلة انتقالية وهي عبارة عن الـ cartilage، تمام؟ هلا السلايد هاد بالذات شوي معجوق، ما حبيت أغير كتير بترتيبه لأنه أحيانا أسئلة الدكتورة بتعتمد على ترتيب الكلمات بالسلايد، تمام؟ كتير مهم إنه إحنا نفهم السلايد، أنا رح أفهمكم إياه هلا ولكن نرجع نعيد قراءته بأسلوب الدكتورة، تمام؟ أوكي. ركزوا معي هلا حاليا بدون ما تركزوا بترتيب الكلام الموجود بالسلايد. حيبلش الموضوع من انه في عندنا نفس الشيء ميزنكيمال كونكتيف تيشو.
mesenchymal connective tissue فيها mesenchymal cells أو undifferentiated mesenchymal cells. هاي cells ما بتعطينا مباشرة bone، لا بتعطينا cartilage. cartilage بيكون عبارة عن hyaline cartilage، وعلامة مبررة القشرة الخارجية للhyaline cartilage هي عبارة عن البريكوندريم، لو عبارة عن الكفرينج اوف الكارتليج. تمام، فإحنا لما نجي ننسأل بالامتحان، وهذا سؤال كتير مهم، what is the origin أو what is the type of cartilage that makes the origin of البone بالإمبريو، هو عبارة عن hyaline cartilage. تمام، أساس البون عندنا كlong bone هو عبارة عن hyaline cartilage، نوع الكارتليج هو عبارة عن hyaline. تمام، أوكي، فصفة في عندنا أنه في عندنا hyaline cartilage with covering بنسميه pericondrium. تمام، البريكوندريوم هذا بنسميه كوندروجينيك لأنه فيه الخلايا اللي بتكون الكوندروسايت اللي هو عبارة عن كوندروبلاست. فصفة في عندنا إحنا hyaline cartilage covered by البريكوندريوم، والبريكوندريوم اللي فيه الكوندروجينيك سيلز. تمام، أوكي، هلأ من المرحلة الانتقالية هاي الكارتليج أنا بدي أبلش أصنع بون. تمام، فداخل هذا الكارتليج في عندنا stem cells أو نسميها model stem cells، cartilage model stem cells. هاي stem cells هي اللي رح تعطينا الأوستيوبلاست والأوستيوكلاست. نبلش بالبلاست. هلأ هاي الأوستيوبلاست اللي عم تتكون رح ترتب حالها بترتيب معين. تمام، نيجي هون على الرسمة عشان توضح الأمور أكثر. فإحنا حكينا أن الميزنكيمال cells، تمام، موجودة ضمن الميزنكيمال تيشو، رح تعطينا كارتليج، والكارتليج رح يكون محاط بالبريكوندريوم، والبريكوندريوم هو عبارة عن كوندروجينيك بريكوندريوم لأنه فيه كوندروجينيك سايتس أو سيلز، أوكي، رح تعطينا إحنا الكارتليج، ونوع الكارتليج نرجع نعيد هايلاين كارتليج. هلا ستيم سيلز الموجودة داخل هاي الهايلاين كارتليج رح تبلش تعطينا الاوستيوبلاست اند اوستيوكلاست. اوكي، تمام، حكينا الاوستيوكلاست نخليها شوي على جنب، بهمنا هلا نحكي عن الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست نرجع نحكي انه رح ترتب حالها بترتيب معين بحيث تحوط نوعا ما هاي الكارتليج. تمام، تعمل هيك زي الحلقة او زي الاسطوانة حوالين هذا الكارتليج. طبعا احنا ماخذين زي المقطع العضلي لهيك مش مبين الا على الاطراف، ولكن هو رح يكون محاوط زي الكفرينج. تمام، يعني هي تقريبا رح تقوم باستبدال البريكوندريوم، لهيك بنسميها بريكوندريوم اوسيفيكيشن زي ما احنا رح نشوف هون. ما تخافوا هذا الكلام رح نرجع، بس بدي افهمكم البرنسبل ببداية. بنسميها بريكوندريال او بريكوندريال اوسيفيكيشن لانه هي رح تحاوط او تعمل كفرينج نوعا ما للكارتليج مثلها مثل البريكوندريوم. تمام، اوكي، بنسميها بريكوندريال اوسيفيكيشن او بنسميها سب بريوستيال اوسيفيكيشن او كولر. سب بريوستيال لانه هي اول طبقه من البون اللي حتكون تحت البريوستيوم، الطبقه الخارجيه من البون اللي بتكون مباشره تحت البريوستيوم اللي رح يتكون لقدام. تمام، سب بريوستيال كولر. كولر لما احكي الكولر هاد هو عبارة عن بالطب، هو عبارة عن كيف لما الواحد يصير في عنده تروما يقع أو مثلا حادث سيارة، بنكون خايفين إنه في عندنا سي سباني فراكتشر اللي هي سيرفاكل سباني فراكتشر، الفيرتبريز موجودة منك بنخاف يكون فيها فراكتشر فبالتالي تأذي سبانال كورد، فبنحط زي شيء اسطواني أو هيك زي الحلقة على الرقبة عشان نعمل بروتكشن للرقبة من أي حركة ممكن تعمل ديسلوكيشن لهاد الفراكتشر. تمام، بنسميها هاي كولر. خلينا اشوف اذا ممكن افرجيكم اياها هلا بحيث تربطوا المواضيع مع بعض. بالضبط مثل هيك بتكون، احنا بنحطها على رقبه البيشنت بحيث انه تمنع حركه الرقبه يعني قدر الامكان حتى ما يصير في ديسبيسمنت او حركه لهذا الفراكتشر. لاحظوا انها محاوطه الرقبه. هلا رح تستمر خلايا الكارتليج بهاي المرحله بالنمو، بالنمو كخلية وبالبروليفريشن بالانقسام. تمام، رح يزيد عددها ورح يزيد حجمها. بنفس الوقت الاوستيوبلاست الموجود بالكولر هاد رح تصير تعطي الماتريكس تبع البون وتعمل كالسيفيكيشن للجراوند سبستانس الموجود اصلا بالكارتليج. تمام، هدول التو بروسيسز مع بعض رح يقلل البلد سبلاي لهاي الكوندروسايت. مع نقصان البلد سبلاي اللي رايح للخلايا تبعيت الكارتليج رح تبلش خلايا الكارتليج تو داي. تمام، رح تبلش تموت، ولما تموت رح تترك مكانها فراغات. ليه؟ لانه احنا الكوندروبلاست عم تعطي الماتريكس وعم تعمل كالسيفيكيشن للماتريكس من خلال انها تعطي الالكالاين فوسفاتيز. تمام، فالماتريكس كل ما له عم بصير هاردنينج له، وداخل هذا الماتريكس حاليا في كوندروسايت او في خلايا كارتليج، خلايا الكارتليج عم بتموت فرح تترك مكانها فراغ. تمام، وكانه احنا عم نصنع بناء باللاكيوني اللي هي الاماكن اللي بيكون فيها الكوندروسايت او الكوندرو الاوستيوسايت،
ولكن بدون وجود هاي الخلايا، تمام؟ هلا هاي الفراغات اللي تكونت رح تتجمع كلها مع بعض، تمام؟ تتجمع 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 حتى تعمل لنا بالنص مثل الكافيتي. هذا هو نفسه الكافيتي تبع البون مارو، بنسميه البرايمري اوسيفيكيشن سنتر. هلا هاي الكافيتي اللي تكونت الميدلري كافيتي بنقصها شغلتين، اني انظفها منيح من بواقي الكوندروسايت وما الى ذلك، واني اعطيها بلاد سبلاي حتى يصير في عندنا بالنهايه بون مارو فورميشن، تمام؟ اوكي. فرح اموت لها بلاد فيسلز. هاي البلاد فيسلز رح تيجي من البيري اوستيوم، بنسميها بيري اوستيوم بات. بيري اوستيوم بات. بات ما حكينا بلاد فيسلز لانه هي عباره عن بلاد فيسلز اند كونكتيف تيشوز، تمام؟ عباره هيك عن تكوينه او تجميعه من بلاد فيسلز كابيلاريز اند بلاد اند كونكتيف تيشو، رح تيجي من البيري اوستيوم وتدخل مباشره لداخل هاي الكافيتي. رح تعمل شغلتين. اول شغله رح تعمل تعطينا الاوستيوكلاست، وهنا دور الاوستيوكلاست بيجي. رح تعطينا اوستيوكلاست، حكينا الاوستيوكلاست مصدرها دائما البلود مونوسايت، فهي مصدرها من البلود. رح تعطينا اوستيوكلاست تنظف هاي الكافيتي من بواقي موت الكوندروسايت. رح تعمل نوعا ما شيبينج لهاي المنطقه، يعني توسعها نوعا ما شوي حتى فعليا تكون ساعتها منيحه للبون مارو لقدام، تمام؟ اوكي. هاي اللي تكونت الكافيتي بهاي المرحله بنسميها البرايمري اوستيفيكيشن سنتر، تمام؟ primary center ossification انها ناتجة من الossification او من البون فورميشن حواليها، تمام؟ بعدين رح يصير كالاتي، انه بنفس الطريقة اللي تكونت فيها the first cavity اللي هي عبارة عن the primary ossification center، رح يتكون another two cavities على نهايات ال long bone بنسميهم secondary ossification centers موجودين بالبون epiphysis. اخر شيء رح يصير في عندنا توحد ما بين هذول الـ 3 cavities الـ primary and الـ secondary ossification centers حتى تصفي في عندنا 1 center. زي ما حكينا احنا بالنهاية رح نحصل الـ long bone اللي هي مصنوعة mainly من الـ compact bone فيها 1 medullary cavity. فهون ترتيب الأحداث بالسلايد حيكون كالآتي، حيكون في عندنا cartilage، وهذا الـ cartilage نوعه hyaline cartilage، المصدر تبعه الـ connective mesenchymal connective tissue، تمام؟ هذا الكارتليج رح يعطينا الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست رح تتكون على شكل كولر، رح تكون محاوطة بالكارتليج، نسميها سبيري اوستيال كولر او البيري كوندرال اوستيفيكيشن. بعد هيك رح يصير في عندنا الكوندروسايت او الكارتليج سيلز، رح يصير لها بروليفريشن، هايبرتروفي رح يزيد بالحجم وبالعدد، ورح يصير في عندنا كالسيفيكيشن اوف ذا ماتريكس اوف ذا كارتليج، وذلك بسبب الاوستيوبلاست. مجرد ما كان في عندنا اوستيوبلاست احنا رح نتخيل انه رح يصير في عندنا الاوستيوبلاست بدها تقوم بالوظيفه تبعتها اللي هي انها تعطي ماتريكس وتعمل كالسيفيكيشن لهذا الماتريكس. بعد هيك الاوستيوسايت رح يصير في لها سويلينج اند ديث. سويلينج يعني رح تنتفخ، اللي هي مرحله ما قبل الموت، تمام؟ بعدين رح تموت وتترك وراها اللاكيني. اللاكيني اللي هي الاماكن اللي بتكون موجوده فيها. هلا زي ما حكينا احنا في عندنا الاوستيوسايت او الكوندروسايت رح يكون محاطه بالماتريكس. الماتريكس رح يعمل رح يحيطها ورح يترك فراغ حتى يكون فيها هاي الخلية. هذا الفراغ بنسميه اللاكيني. بعدين هاي اللاكيني رح تعمل fusion together، رح تلتقي مع بعض حتى تعمل لنا البون مارو كافيتي او الميدلري كافيتي. هلا هذا الميدلري كافيتي اللي لسه مش well developed لازم اعطيه البد، زي ما حكينا بنسميها البيري اوستيال بود، او ممكن نسميها الميزينكايمال بود. هي عباره عن مجموعه بلود فيسلز، سمول كلاستر اوف بلود فيسلز اند كونكتيف تيشو، بتيجي من البيري اوستيوم حتى تعطي الاوستيوكلاست للكافيتي وتعمل كليننج لهي الكافيتي. بهذا الحالة أنا كونت البرايمري اوستيفيكيشن سنتر، بتكون بالشافت، تمام؟ وين بتكون؟ بتكون بالشافت أو بالديافيسيس اوف ذا لونج بون. بعد هيك رح يصير في عندنا على نفس النمط تكون لسكندري اوستيفيكيشن سنترز بالإبيفيسيس اوف ذا بون. بعد هيك رح يصير في عندنا توحد ما بين هدول السنترز حتى تتكون عندي 1 ميدلري، خلينا نحكي كافيتي. بعد هاي المرحلة بصفي انه يصير في عندنا maturation البون يتكون حتى يتكون secondary bone، تمام؟ يعني بيكون هو بالبداية primary bone، بعدين بصير له maturation حتى يصير secondary bone، وبضل عندنا شوية cartilage. هلا كل cartilage ال hyaline cartilage حيتحول لبون ما عدا two areas داخل ال long bone. هي عبارة واحد عن ال articular hyaline cartilage، وهي بضلها cartilage اللي هي مناطق التقاء البون مع البون بالجوينت او ال outer surface of ال epiphysis، بضلها عبارة عن cartilage. and ال metaphyseal plate او بنسميها احنا ال growth plate اللي هي عبارة عن هاي البليت، تمام؟ هاي البليت من فوق وهاي البليت من تحت، بنسميهم growth plate بالاطفال الصغار لانه بصير increase باللينث، بزيد
طول البون على مستوى هدول البليتس، اوكي؟ بعدين مع الكبد رح يصير يتحولوا لبون حتى يثبت طول العظمة، تمام؟ لما ينتهي خلينا نحكي الجروث على عمر معين بتحولوا من كارتليج انتو بون، ولكن بالبداية بتكون عبارة عن كارتليج، وهذا الكارتليج اللي رح يصير على المستوى تبعه الانكريس باللينث او بالطول تبعهم، تمام؟ وزي ما حكينا الكارتليج الثاني اللي رح تضل موجودة باللونج بون هي عبارة عن الهاي لاين كارتليج، عدا عن ذلك كل هاي بتكون عبارة عن بون، تمام؟ اوكي. هنا إعادة لنفس الخطوات مع شوية كلام، فإذا ما بدكم تعملوا سكيب لهذا السلايد فهو محتوى موجود هون وموجود هون بشكل تفصيلي، تمام؟ أوكي. هلأ نيجي على القسم الثاني من المحاضرة وهو عبارة عن البون جروث. هلأ إحنا عملنا formation of bone، ضل يصير في عندنا bone growth، والgrowth هي زيادة بالطول وبالwidth، أو خلينا نحكي بالعرض، تمام؟ الطول والعرض، البعدين. طيب هلأ البون جروث في عندنا two main types، زي ما حكينا increase باللينث بالطول وincrease بالwidth اللي هو عبارة عن العرض. increase بالطول مسؤول عنه pattern معين من الجروث بنسميه interstitial growth، تمام؟ تمام. والincrease بالwidth اللي بنسميه الappositional growth، تمام؟ appositional معناه متناسب، يعني في شيء بزيد في شيء بقل، تمام؟ هذا المعنى كثير نحكي opposite عكس، في شغلتين عم بيصيروا عكس بعض، شيء بيزيد وشيء بيقل، تمام؟ Oppositional growth والinterstitial growth اللي رح يصير في عندنا من خلاله الانكريز بطول العظم. هلا هذا الحكي مذكور بسلايد لحاله بتفصيل اكثر فخليه على جنب. وزي ما حكينا ان الانكريز باللينث حيصير على مستوى الابيفيزيال بليت اللي هي عباره عن هاي لاين كارتليج ريمننت افتر الاوسيفيكيشن اوف كارتليج، تمام؟ اوكي. هلا هون بس بده يحكي لنا انه secondary ossification center والsecondary marrow cavities formed in the ends of the bone اللي هي بالابيفيسز من فوق من تحت زي ما حكينا. البرايمري والسكندري بالنهايه رح يتحدوا مع بعض حتى يصير في عندنا single bone marrow cavity اللي حكينا عنها. الcartilage remnants or remains الcartilage اللي بضلوا بعد ما يصير في عندنا ossification للcartilage هي عباره عن articular cartilage اللي بضلها على طول and epiphyseal growth plate epiphyseal plate أو epiphyseal growth plate أو growth plate نفس الشيء الثلاث أسماء اللي رح يصير من خلالها الـ increase بالـ height نوع من أنواع الـ growth اللي بنسميها interstitial growth اللي هلأ رح نحكي عنه إن شاء الله. وزي ما حكينا أنه هي بضلها cartilage بالـ childhood وبالـ adolescence فقط، تمام؟ بالأطفال بمرحلة خلينا نحكي ما قبل الـ adulthood، ما قبل البلوغ، ما قبل أنه ما يصير إنسان بالغ، لأنه على البلوغ رح يصير في عندنا تحول هاي الـ cartilage into bone، بصفي فقط الـ cartilage الوحيد الموجود بالـ long bone هي عبارة عن الـ articular hyaline cartilage، تمام؟ ولكن بالأعمار الأصغر بده يكون في عندنا لسه في increase بالـ height of the bone، فبهمنا ضلها cartilage and active. طيب نبلش بأول وحدة اللي هي عبارة عن longitudinal bone growth المسؤول عنها الـ interstitial growth، تمام؟ interstitial growth اللي حيزود الطول تبع العظم. هلأ هون بس حتى أفهمكم المبدأ تبع longitudinal bone growth على مستوى الـ growth plate بدي تفهموا هاي الـ principle قبل ما نفوت بالتفاصيل، تمام؟ أوكي. هلأ هذا البوكس أو المستطيل اللي لونه أزرق المحوط باللون الأزرق هذا وداخله أزرق هو عبارة عن الـ growth plate، تمام؟ GB اللي هو الـ growth plate. طيب اللي حيصير هو الآتي، ناخذ اوكي. اللي حيصير هو الآتي، هذا ال growth plate رح ينمو، تمام؟ رح يكبر نوعا ما، يعطي خلايا اكثر to proliferate and increase the size of cells، ورح يعطينا طبقة جديدة من الكارتليج. فصفى في عندنا الطبقة الأصلية من الكارتليج اللي هي عبارة عن growth plate وطبقة جديدة من الكارتليج. هاي الطبقة الجديدة من الكارتليج مع الوقت رح يصير لها ossification بتتحول لبون، تمام؟ اوكي. بدها تنمو اكثر، شو بتعمل؟ لا طبعا الطبقه هاي محافظه على حالها ما تتحول لبون، تمام؟ بترجع بتعطي كمان طبقه من الكارتليج هي الطبقه الثانيه هاي، تمام؟ ومع الوقت هاي الطبقه كمان رح يصير لها اوسيفيكيشن رح تتحول لبون. شوفوا كيف البون عم بيتخن. كمان مره بده يعمل جروث، بيجي نفس الطبقه هاي بتحافظ على حالها ونفس الشيء بتعطينا another layer of cartilage، تمام؟ اللي هي الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الثالثة كمان مرة رح يصير لها ossification مع الوقت ويزيد ال thickness of the bone. طبعا هي مو thickness هي ال length، لأنه احنا عم نعطي بنحط طبقات على بعض بالنهاية عم نزيد ال length أو ال height of the bone، تمام؟ هذا هو المبدأ تبعها، ولكن هي نفسها بضلها محافظة على حالها، بضلها cartilage، ما بصير لها ossification إلا على انتهاء النمو. على انتهاء النمو خلص بثبت طول العظم، فبالتالي بتتحول لبون ببطل العظم ينمو بالطول، تمام؟ اوكي. طيب فكل اللينث
اللينثنينج رح يصير على مستوى الابيفيزال بليت، والكارتليج مع الوقت اللي عم بتكون الجديد رح يتحول لبون بحيث انه يزيد بالنهايه تزيد البون بالطول. تمام اوكي. هلا انا بس بدي اذكر النقطتين اللي احنا حكيناهم قبل شوي بالبرنسبل، انه رح يكون في عندنا mainly two major events. الايفنت الاولى اللي هي عباره عن تكون كارتليج، growth of cartilage. الايفنت الثاني هي عباره عن replacement of هذا الكارتليج مع محافظه الجروث بليت على نفسها، ما رح يصير لها اوسيفيكيشن زي ما حكينا الا بانتهاء البون جروث. تمام اوكي. بعدين رح يكون في عندنا اوستيوبلاست موجوده بالبيري اوستيم، وهي الاوستيوبلاست باستمرار رح تساعد بعمليه الاوسيفيكيشن، رح تعطيها الماتريكس رح تساعد بعمليه الاوسيفيكيشن او سوري الكالسيفيكيشن او المينراليزيشن اوف ذيس ماتريكس حتى تساعد بتكون البون، فهو تحول الكارتليج انتو بون بمساعده الاوستيوبلاست. اوكي طيب. هلا بالنسبة للجروث بليت نفسه، الجروث بليت اللي احنا لسه يعني هذا هو نفسه تمام، رح يكون فيه 4 زونز، رح ينقسم into 4 زونز. اوكي زون 1 2 3 and 4. هلا بهذا السلايد زي ما انا انفصمت انتوا رح تنفصموا كمان وتشوفوا انه في اكثر من تقسيمه الدكتوره حاطيتها بالنسبه لل 4 زونز، حتى في تقسيمه بسلايد مختلف حاطيتهم 7 زونز. تمام هذا الحكي مش كتير دقيق، أدق حكي بالنسبة للفرزونز هو الموجود بهاي الاسم. تمام هلا ما يهمكم الاختلافات شوفوا يعني انتم بالنهاية رح تقرأوا السلايدات كلها، ولكن اعتمدوا فعليا هذا الترتيب. تمام ركزوا معي على هاي الاسم. الزون الأولى وهي الصراحة ما بنعتبرها جزء من الفرزونز، يعني فعنا 1 2 3 4، هاي الزون موجودة فوق الأربعة زونز. اوكي يعني هي أول طبقة موجودة بالجروث بليت، ولكنها ما بنعتبرها جزء كتير منيح من او جزء كتير مهم للجروث بليت لانها ريستنج وما بصير في عين فيها اي جروث، ما فيها بروليفريشن، هي عباره عن inactive cartilage cells، يعني هي عباره عن طبقه small layer. تمام التكنس تبعها كتير صغير وفيها cartilage cells، ولكن هاي الكارتليج سيلز خامده. تمام quiescent، هلا رح نشوف الكلمه، كلمه quiescent هون معناها خامده او reserve، محافظه على حالها ما بصير فيها اي بروليفريشن، أو resting zone يعني ما بصير برضو فيها أي activity أو proliferation. تمام هاي الزون موجودة فوق أو خلينا نحكي أعلى منطقة بالgrowth plate. تمام أو ممكن نعتبرها حتى فوق الgrowth plate بشوي، بس هي عبارة عن cartilage وليس bone. تمام فأول زون حقيقية هي عبارة عن proliferation zone. proliferation zone فيها الchondroplast اللي بتعمل division وبتعمل انقسام proliferation اللي بتعطي more cells. تمام فهي عبارة عن chondroplast اللي quickly divide وبتدفع حالها باتجاه الابيفيسز وليس الديافيسز. هلا لو دفعت حالها باتجاه الديافيسز ما رح يصير في عندنا الجروث المطلوب، فهي بتدفع حالها لفوق باتجاه الابيفيسز حتى تساعد بزيادة الطول تبع اللونج بون. تمام اوكي بعد هيك في عندنا الزون الثاني اللي هي عبارة عن hypertrophic zone، هاي رح يصير في عندنا hypertrophy أو زيادة بحجم cells، يعني صار في عندنا زيادة بحجم صار في عندنا زيادة بعدد الخلايا من خلال ال proliferation. هلا أنا بدي أزيد بحجم الخلايا hypertrophy. تمام فرح يصير في عندنا الكوندروسايت اللي عم تتكون رح يزيد بالحجم to enlarge، بعدين رح يصير surrounded by the matrix to أو the matrix to calcify. ما ننسى احنا دور الاوستيوبلاست دائما موجوده، طبعا الاوستيوبلاست دائما موجوده باي مكان حتى تعطي الماتريكس. انا عم بكون كوندروسايت من خلال وجود الكوندروبلاست. تمام وبالتالي انا بحاجه الاوستيوبلاست حتى تعطيني الماتريكس حتى تحاوط هاي الكوندروسايت. تمام بعد هيك في عندنا الزون الثالث اللي هي عباره عن الكالسيفيكيشن زون، من خلال انه الماتريكس تصير كالسيفايد. الكالسيفيكيشن مسؤول عنها زي ما حكينا الالكالين فوسفاتيز برضو اللي بتعطيها الاوستيوبلاست، بتعمل مينراليزيشن لهاي الماتريكس حتى يصير لها كالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن رح يخلي الماتريكس صلبه ويخلي داخلها الكوندروسايت اللي داخلها واللي صار لها زياده بالحجم تو داي. تمام دائما البون لما يحيط بشغله زي اللي بيخنقها تمام فبيمنع وصول النيوتريينت لها، فرح تموت هاي الكوندروسايت. لما تموت الاوستيوسايت رح تتركوا لها اللاكيني، واللاكيني رح تشكل لنا الترابيكلي. بتتذكر الترابيكلي اللي هي عباره عن سبيكيولز اللي بتكون سبونجي بون. تمام فاحنا انتهينا من هاي المرحله بتكون الكالسيفايد كارتليج، ولكن لساتنا ما كوننا بون. تمام لازم نمر بالمرحله الرابعه او بالزون الرابعه اللي هي عباره عن اوسيفيكيشن زون حتى احول هاي الكالسيفايد كارتليج انتو بون.
كيف بدي احولها انتو بون؟ في عندنا تو سيلز رح تشتغل مينلي. فالشغله الاولى انه الاوستيوكلاست رح تيجي وتعمل تنظيف للمكان حتى تعمل دايجشن كمان للكالسيفايد كارتليج، تمام، اللي احنا لساتنا ما عم نحكي عنه بون. وبتيجي بالمقابل الاوستيوبلاست تبني بون، الريل بون، بون حقيقي من اول وجديد مكان الكالسيفايد كارتليج حتى انا يتكون عندي بون. تمام، انا هيك انا بكون كونت بون بهاي المرحله، والبون الزياده هذا هو اللي رح يزيد طول اللونج بون. تمام، اوكي، هاي بالنسبه ل خلينا نحكي ادق وصف لهاي الزونز. هلا الاشياء الثانيه او الوصفات الثانيه اللي الدكتوره وصف فيها الاشياء، فينا مثلا نحكي هون عن كيف الدكتوره مرتبتهم. في عندنا زون اوف ريستنج كارتليج، وهي فعليا اول زون حكينا عنها تحت، او الريزيرف كارتليج او الكوايسنس اللي هي الخمود الطبقه الخامده. تمام، ما بصير على مستواها اي بون جروث، ات از ان اكتيف اصلا. لوكيتد نير تو ذا ابيفيزا بليت، فهي الدكتوره هون معتبرتها مش جزء من الابيفيزا بليت، وهي فعليا ما بنعتبرها جزء من الابيفيزا بليت لانه ات از ان اكتيف، والهدف من الابيفيزا بليت هي تو بروليفريت اند يعني تساعد بالجروث، فهي نير الابيفيزا بليت، فوق الابيفيزا بليت. سكاترد كوندروسايت اند رايبوسومز، هي فقط عباره عن كوندروسايتس رايبوسومز، مش اكتيف ابدا. ولما قعدوا يفكروا ايش وظيفة هاي الزون دام انها ما عم تعمل proliferation ومش active وما بتساعد بالgrowth، ايش وظيفتها بالبون؟ فلقوا انه هي بتعمل anchoring او anchors، يعني بتثبت او بتلزق the plate, the growth plate to the bone. تمام؟ بتعمل زي glue، بتلزق the plate او the growth plate للresting او خلينا نحكي بقية البون. تمام؟ اوكي. هلا الزون الثانية هي عبارة عن proliferating cartilage. Proliferating cartilage بصير فيها proliferation of the cells. تمام، بعدين الhypertrophy اللي هي الزيادة بالحجم لما يصير في عندنا enlargement of the chondrocyte، بعد هيك رح يصير في عندنا death لهاي الchondrocyte بسبب تحوط الماتريكس حواليها، بعد هيك في عندنا calcification أو calcified cartilage zone. لحد هلا احنا عم نتطابق مع كل شيء حكيناه هون، ولكن الدكتورة مو ذاكرة آخر zone اللي هي عبارة عن ossification. صار في عندنا calcification، بعدين في عندنا اخر خطوه اللي هي عباره عن الاوسيفيكيشن. تمام، اوكي، يعني الدكتوره تقريبا ما تبيتهم خطوه واحده او زون واحده اللي هي الكالسيفيكيشن اند اوسيفيكيشن. طيب اوكي، هون بهذا السلايد هو اعاده مع زياده زونز، يعني كيف حطيتهم الدكتوره هون، حطيتهم انه بنبلش بنفس الزون اللي بنبلش فيها دائما هي الريزيرف سيلز او الريزيرف كارتليج، الريستنج او الكوايسنت اللي ما بصير فيها اي خلينا نحكي اي growth او proliferation، it is resting zone. بعد هيك proliferation، وهذا برضو بتطابق مع كل شيء حكيناه فوق. بعد هيك هاي انضافة الخطوة اللي هي عبارة عن الماتوريشن، قبل ما يصير في عندنا hypertrophy بده يصير في عندنا maturation of the newly formed cells. تمام، بعد هيك hypertrophy، بعد هيك calcification وهي ماشية برضو نفس الشيء، بعد هيك ossification نفس الشيء ماشية مع اللي فوق. برضو الدكتورة هون ضايفة خطوة جديدة اللي هي عبارة أو زون جديد اللي هي عبارة عن الريزربشن. الريزربشن هي عملية موجودة بكل بون بجميع الأوقات، يعني في عندنا old bone need to be reserved لأنه بدي أكون مكانه new bone. تمام، اللي هي مرحلة الريمودلينج، هاي مرحلة الريمودلينج اللي هي إنه أنا أموت bone وأكون مكانه bone جديد. تمام، لأنه old bone خلاص صار old، it has to be يعني reserved، إني أتخلص منه حتى أكون new bone، حتى أحافظ على الهيلث أو على صحة البون. تمام، الريمودلينج أو الريزربشن مرحلة كتير مهمة بأي بون موجود بالجسم. تمام، فهي هنا مضيوف two zones اللي هي الماتوريشن، وآخر واحدة اللي هي عبارة عن الريزربشن. والماتوريشن جاي ما بين الproliferation and الhypertrophy. لاحظوا إنه أنا محافظة أو الدكتورة محافظة على ترتيب الزونز، ولكن يعني يا إما بتختصر الزونز أو إنه بتضيف زونز زونز جديدة. تمام، احنا نمر على 3 سلايدز وما نحس انه في تناقض، لا هو اما انه الدكتورة انفصل زيادة بهذا السلايد او انه الدكتورة شوي مختصرة بالزونز بهذا السلايد. تمام، ولكن الترتيب هو هو. طيب هاي بالنسبة للونجيتودينال او الانترستيشال بون جروث. نيجي على النوع الثاني او الباترن الثاني من الجروث اللي هو عبارة عن الاوبوزيشنال بون جروث، اللي حكينا فيه شيء عم بزيد وشيء عم بقل. تمام، اوكي، اللي رح استفيده أنا من هذا الباترن من الجروث إنه رح يصير في عندنا increase بالوث بالعرض تبع البون. أنا مش بس بدي أزيد باللث، لا بدي أزيد بالوث كمان. أوكي، هلا مبدأ الpositional growth كالآتي. بيكون في عندنا بون مثل هيك، طبعا هذا مقطع عرضي من long bone. تمام، لأنه في عندنا medullary cavity زي ما أنتم شايفين هون شيء مفرغ، في عندنا compact bone من برا، إحنا عم أخذنا مقطع عرضي من diaphysis of bone أو shaft of long bone. تمام، اوكي، المبدأ تبعه هو كالآتي، بده يكون في عندنا osteoblast هون بحيث انه تزيد
thickness of the compact bone. بنفس الوقت لأنه البيبي أو الطفل أو الإنفانت عم بيكبر، فأنا ال bone marrow cavity برضو لازم تكبر، فأنا بدي أكل من العظم الموجود من جوا، فأنا بدي أزيد من بريا وأقلل من جوا، أعمل growth من بريا وأعمل destruction من جوا، تمام؟ فرح يصير في عندنا increase بالوقت، ولكن بنفس الوقت إني أكل العظم من جوا، فهو نوعاً ما ال width of the bone، الطبقة تبعيت اللاملر بون، تمام، اللي هي من الاندوستيوم للبريوستيوم، من الاندوستيوم للبريوستيوم تقريبا ما حتزيد كتير، ولكن البون ككل الديامتر تبعه رح يزيد، تمام، لانه انا بهمني لما انا اعمل جروث اوف ذا بون اعمل جروث كمان للميدلري كافيتي، لانه مع زيادة الحجم تبع الجسم انا بحاجة كمية دم اكثر، فبالتالي بحاجة مصنع دم اكبر، فبالتالي بحاجة بون مارو كافيتي اكبر حتى يستوعب كمية بون مارو اكبر، تمام. اوكي، فهي الاوستيوبلاست الموجودة بالإكسترنال سيرفيس أوف ديافيسس رح تعمل growth، بنفس الوقت الاوستيوكلاست رح تعمل removal of bone من الإنترنال سيرفيس، الإنترنال سيرفيس رح يتاكل، إكسترنال سيرفيس رح يزيد بالحجم، تمام؟ to keep normal thickness of the bone كتير مهم، يعني أنا لو ضليت لو مثلا لغيت عمل الاوستيوكلاست الموجود من جوا رح يضل البون يزيد بالحجم بحيث إنه تكون الثيكنس تبع البون is abnormal increased، وبنفس الوقت هذا رح ياخذ من الحيز تبع الميدلري كافيتي. لازم يكون في عندي شيء بنسميه دوال اكشن، دوال يعني يعني تو اكشنز مع بعض، تمام، اللي هم الاكشن تبع الاوستيوبلاست والاكشن تبع الاوستيوكلاست. اوكي تمام، اوكي، هيك احنا انتهينا من مرحله البون فورميشن، المرحله الثانيه اللي هي عباره عن البون جروث، تمام. اوكي، نيجي على المرحله الثالثه اللي هي عباره عن البون ريموتلينج، يعني انا هلا اكتمل عندي الجروث، وصلنا لنهايه الجروث بمعنى اخر ثبت الحجم والطول تبع اللونج بون او البون، وهلا بدي اعمل له ريموتلينج، وحكينا الريموتلينج از فيري امبورتنت حتى احافظ على الهيلث تبع البون، لانه في عندنا بون تحس العمر تبعه كثير كبير لازم يتم استبداله ببون اجدد وهكذا، تمام. اوكي تمام، هلا الريموديلينج هي نفسها الرينيوينج، البون بيكون عم بجدد حاله، ونفهم شغله انه البون از نوت ان ريستينج ستاتس، يعني ما نتخيل انه البون هو تيشو رح يضل من اول ما ينولد البيبي، او خلينا نحكي من اول ما يصير في عندنا فول جروث لحد ما يموت البني ادم، هو لا دائما عم بجدد حاله البون، تمام، حتى لو احنا مش ملاحظين انه في زياده بالويث وبالهايت، لا هو الموضوع انه عم بجدد حاله وبنفس الوقت عم بيقتل القديم منه او عم بتخلص من القديم منه. طبعا انا لما اتخلص من بون رح يصفي في عندي مينرالز رح اوديها لوين؟ للبلد، وهي هي عمليه الريزوربشن، تمام، فهي بتخلي الكالسيوم، عمليه الريموديلنج هاي بتسمح للكالسيوم اللي رح يتكون من عمليه الريزوربشن او الديستركشن اوف ماتريكس يروح على البلد، ومن هنا بنكتشف انه this process اللي هي عمليه الريموديلنج او الريزوربشن is controlled by blood calcium level. يعني كيف؟ على سبيل المثال صار في عندنا حاله بنسميها هايبوكالسيميا، هايبو معناها نقصان، كالسيميا اللي هي مستوى الكالسيوم بالبلد، لما يقل مستوى الكالسيوم بالبلد مباشره الجسم بيعطي امل للبون بانه you have to reserve، بمعنى اخر يصير فيها resorption destruction، تعطيني كميه كالسيوم معينه حتى اوديها على البلد حتى اعوض النقص داخل البلد، تمام. متى بصير تثبيط لعمليه الريزوربشن؟ لما يكون في عندنا كميه الكالسيوم بالبلد از نورمال، تمام. اوكي، هذا الموضوع لما نحكي احنا this process is controlled by blood calcium level، فهي قديش في عندنا كالسيوم بالبلد قديش هاي العمليه حتكون اكتيف او inactive، تمام. اوكي، طبعا المسؤول عن عمليه الديستركشن اوف ماتريكس، ماتريكس ديستركشن هي عباره عن اوستيوكلاست، هذا الشيء احنا بنعرفه، والاوستيوكلاست هي اللي بتعطينا اللايزوسومال انزيمز اللي بتعمل ديستركشن او ايتينج للبون والبون ماتريكس، تمام. اوكي، الريموديلينج الهدف منها انه it helps continuous renewal of old osteum، تمام، احنا لما نكون بون مثلا واحد عمره مثلا 5 سنوات صار في عنده تكون osteums، لما صار عنده 55 سنه الاوستيونز هاد يعني بمرحله معينه لازم تتجدد، يعني ما رح يضل الاوستيون هو يتكون بعمر 5 سنوات رح يضل لحد ما يموت البني ادم، تمام. بس اتذكروا معي شغله انه موضوع الريموديلنج هاد ما نفكر انه مثلا الاوستيون هو عمره مثلا اشهر او ايام لازم يتم تجديده كل ايام معينه، موضوع بياخذ سنوات، يعني الاوستيون
عمره مثلا على سبيل المثال 10 سنوات، الكومباكت بون بيشدد حاله كل 10 سنوات، مجرد ما تكون اوستيون بعد 10 سنوات لما يصير عمر هذا الاوستيون 10 سنوات رح يتجدد، تمام؟ سبونجي بون لا، بياخذ فترات اقصر، بيشدد حاله على فترات اقصر. هون بس قبل ما اجي على اخر كم سلايد، حكت الدكتوره معلومه انه شو اللي بصير الجسم لما البلود كالسيوم ليفل يقل، تمام؟ البلود كالسيوم ليفل لما يقل ايش بصير؟ اول شغله انه الجسم بيحفز الجي اي تراكت، الجاسترو-انتستينال تراكت، تمام، خاصه الانتستين، حتى تمتص كالسيوم اكثر من الفود. يعني انا اكلت اكله معينه بتخلي الجي اي تراكت تمتص كميه اكبر من الكالسيوم وتوديها على وين؟ للبلود. هاي اول شغله. ثاني شغله بتجي على الكيدنيز، الجسم بيحكي للكيدنيز ما طلعي كالسيوم كتير مع البول، تمام؟ يعني حاولي حافظي على الكالسيوم بالبلود قدر الامكان، ما طلعي مع البول، تمام؟ بول، فهي to prevent الكيدني من excreting الكالسيوم مع البول، يطلعوا مع البول. واخر شغله اللي رح تعملها هي stimulate البون resorption، اللي هي عباره عن البون remodeling، تمام؟ اللي هي the main اصلا mechanism of او the main خلينا نحكي factor that control البون resorption هي عباره عن البلود كالسيوم ليفل. طيب نيجي اخر شغله على البون ريبر، تمام؟ إذا صار في عندنا bone fracture، كسر بالعظم، خلينا نحكي trauma أو تهتك بعظم معين، كيف بده يصير في عندنا repair؟ هي آخر situation بصير فيها bone formation. إذا بتتذكر بأول سلايد حكينا first situations رح يصير فيهم bone formation، آخر وحدة هي عبارة عن repair of a fracture، تمام؟ أوكي. هلا ال نحكي عن معلومة قبل ما نفوت بالريبر، تمام؟ حكتها والله الدكتورة. في عنا two types of fractures. لما أكتب FX هيك معناها fracture، تمام؟ two types of fracture، نوعين من الكسور. طيب الأول طبعاً في كتير تصنيفات للكسور، إن شاء الله رح تأخدوها لقدام إما بالMSS ولقدام لقدام إن شاء الله بمادة العظام لما تصيروا سنة خامسة إن شاء الله على خير. في عندنا النوع الأول هو عبارة عن closed fracture، والنوع الثاني هو عبارة عن open fracture. Closed fracture يعني انكسر العظم ولكن السكن لساته intact، تمام؟ أما open fracture هو انكسر العظم والعظم انكساره أدى لأنه صار في جرح، خلينا نحكي أو cut فوق العظم، تمام؟ فهي أنه أنا فيني أشوف العظم فعلياً وهو مكسور لأنه السكن والتيشوز الموجودة حتى تحت السكن كلها خلينا نحكي مقطوعة، أو أنه closed fracture أنا هذا لازم أصور له X-ray حتى أنا أشوف الكسر، تمام؟ أوكي. Once the fracture happens, muscles bulge, the fractured ends away from each other. يعني في عندنا bone مثل هيك، تمام؟ وانكسر هذا البون، تمام؟ صار مثل هيك. يعني صار الانكسار، يعني صار في complete separation of the bone، تمام؟ المصل اللي مرتبطة بهذا الطرف والمصل اللي مرتبطة بهذا الطرف رح يبعدوا two ends عن بعض، وهذا رح يخلي موضوع الهيلينج نوعا ما أصعب. فأنا لما يصير في عندنا هيلينج، تمام، حتى اساعد عمليه الهيلينج باي حدا بيجيني كسر على الطوارئ لازم اكون حريصه انه two ends of the bone اقربهم من بعض قدر الامكان، تمام، امنع المسلز من انه تعمل فراغ او خلينا نحكي سبيس ما بين هدول التو اندز، لانه ما دام في عندنا فراغ ما بين الاندز ما رح يصير في عندنا هيلينج او ريبير. لازم اقرب هدول التو اندز على بعضهم قدر الامكان حتى يصير في عندنا جود هيلينج، تمام. اوكي هلا اكسبت متى احنا ما بنشوف complete separation of the bone بشغله بنسميها green stick fracture. green stick fracture هي عباره عن هذا البون، تمام، صار في عندنا كسر ولكن مش complete، يعني ما صار في عندنا two separate parts او خلينا نحكي قطعتين منفصلات تماما من البون. يعني البون انكسر ولكن مش كل قطره انكسر، تمام، يعني وكانه انكسر ولكن الكسر كان بنصف القطر، تمام. اوكي هذا بنسميها green stick fracture، ما في عندنا two separate ends، فبالتالي هاي الهيلينج تبعها حيكون احسن واحسن. اوكي طيب، فانا الشغلات اللي بحاول اعملها لاي حدا بيجيني كسر هو اني اعمل اول شيء reduction معناها اني اقرب التو اندز من بعض قدر الامكان حتى اساعد بعمليه الهيلينج. اما بعمله closed reduction بمعنى اخر ما بفوت على عمليات، فقط انه انا بعمل يعني قوه شد معينه على المكان المكسور بحيث انه انا اقرب التو اندز من بعض، أو open reduction بفوتوا على عملية على surgery وبحطه تحت التحديد وبفتح أنا بحيث إنه أنا أعمل manipulation أو أقرب التو إنز على بعض، يعني وأنا شايف العظام قدامي، تمام؟ أوكي تمام. هاي بالنسبة للإشي اللي لازم أنا أعمله كطبيب حتى أساعد بعملية الهيلينج هي عبارة عن عملية الريدكشن. طيب
هلا الفيزز اوف فراكتشر هيلينج، وهذا الشيء صراحه اللي بهمنا بهذا الموضوع، كيف بصير عندنا الهيلينج، كيف ببلش وكيف بينتهي. ببلش اول شيء بالكلوت فورميشن. هنا ذاكرين لنا معلومه انه اي فراكتشر رح ينتج منه هيموراج. احنا البون از هايلي فاسكولارايزد باي ذا واي، تمام، يعني في بلود فيسلز يعني كثير، فهي فيه بلود، فبالتالي الكسر، اي كسر رح يعمل هيموراج، تمام، اي كسر رح يعمل هيموراج. الهيموراج هاد البلود اللي طلع رح يصير على شكل او رح يتكون منه كلوت، خثه، تمام. كلوت فورميشن كثير مهم، يعني احنا ممكن نستاء منها انه كيف تكونت كلوت، بس هي اول خطوه من خطوات الهيلينج، بدونها ما في هيلينج، تمام. زي ما انتم شايفين هنا بالضبط، خلينا بس ناخذ كبر، هاي عندنا بون وهاي بون، صار بيناتهم كسر، تمام. يعني هاي بالنهايه بالاصل عباره عن وان بون، ناخذ لون ثاني، بالاصل هاي عباره عن وان بون، ولكن صار زي الكات كومبليت كات، كسر، بعدوا تو اندز عن بعض، ولكن تكون بيناتهم كلوت زي ما انتم شايفين بالاحمر هون، تمام. اوكي، هلا هاي الكلوت ويل ستوب الهيموريج، لانه هي رح تعمل بلوجينج لاي شيء مفتوح، لاي بلد فيسل مفتوح، تمام، رح تسكره، لانه هي نوعا ما خثه حتكون مو سائله، حتكون شوي صلبه، تمام. رح يصير في عندنا بلد كابيلاريز تفوت بهاي الكلوت، والبلد كابيلاريز هاي رح تعمل انيشيشن للانفلاماتوري بروسيس، رح تبلش تعطينا الخلايا المناعيه بهاي المنطقه، لانه في عندنا something abnormal، في عندنا كسر، في عندنا هيماتوما او كلوت عم تتكون، تمام. رح يصير في عندنا انيشيشن اوف انفلاماتوري بروسيس، رح تبلش الانفلاماتوري سيلز تتجمع بالمكان. تاني مرحلة هي عبارة عن الكالس فورميشن. الكالس فورميشن بتبلش من انه لما تصير الكلوت عم تختفي. كيف رح تختفي الكلوت؟ تيجي الماكروفاجز اللي جابها البلوت تاكل بهاي الكلوت، تمام؟ والاوستيوكلاست رح تيجي على هاي المنطقة برضه من خلال البلوت تعمل removal of the adjacent bones. هلا بأي fracture رح نتوقع انه كيف احنا لما نجيب حجر نضربه بالارض رح ينكسر ورح يصير فيه فتات حوله، تمام؟ الفتات هذا انا مش بحاجته، لازم اتخلص منه من خلال الاوستيوكلاست. سو الماكروفاج رح تاكل الكلوت، الاوستيوكلاست رح تاكل الريمينينج بون او الادجيسنت بون، تمام؟ بنفس الوقت رح يصير في عندنا انهانسمنت او اكتيفيشن للاوستيوبروجينيتور سيلز حتى تعطينا فايبر بلاست. الفايبر بلاست هاي رح تكون لنا خلينا نحكي الكالس. الكالس هي عباره عن خلينا نحكي بري بون، تمام، something tissue بتتكون، ولكن هي مش بون، هي ما قبل البون. فبتيجي الاوستيوبروجينيتور سيلز بتنشط هلا بتبلش تعطينا الفايبروبلاست، تمام. اوكي، الفايبروبلاست هاي بتعطينا كالس، وهي الكالس بالبدايه بتكون سوفت كالس، بتكون طليه نوعا ما، تمام. هلا الكالس رح يصير لها اوستيفيكيشن بالمرحله الثالثه اللي هي عباره عن كالس اوستيفيكيشن، حتتحول انتو هارد كالس لانه فوق كانت عباره عن سوفت كالس. هون رح يصير في عندنا two things أو two خلينا نحكي processes حكينا عنهم قبل، اللي هم عبارة عن intramembranous ossification، والثاني اللي هي عبارة عن intracartilaginous ossification، حتى أنا أكون primary bone. primary bone بهاي الحالة بنسميه نفسه hard callus. وآخر مرحلة اللي هي عبارة عن bone remodeling، حتى أنا أحول primary bone اللي هو عبارة عن immature bone اللي أنا طلعت منه هون into mature أو secondary bone، تمام. So primary bone is reserved and replaced by secondary bone بآخر مرحلة اللي هي عبارة عن bone remodeling، تمام؟ أوكي، رح ضل في عندنا مرحلة remodeling حتى أنا أرجع لشكل البون الأصلي. شوفوا هلأ كيف أنا بهاي المرحلة اللي هي عبارة عن المرحلة الثالثة الأوسيفيكيشن، في شوية نوعا ما تغير بالبوردر تبع البون، أنا بهدفي أني أحصل الشكل الأساسي للبون اللي هي يكون هون خطوط مستقيمة، تمام؟ يكون الشافت عبارة عن شافت مستقيم بدون أي انبعاجات أو بدون أي كيربس، تمام؟ فالبون ريمودلينج رح يضل ضل هذا البروسيس حتى انا احصل الشكل الاساسي للبون قبل الكسر. اوكي، تمام. اوكي، اخر سلايد رح يحكي لنا بس عن التصنيفات المختلفه للبون حسب الاركيتكتشر، يعني هي زي الملخص نوعا ما، حسب الاركيتكتشر او حسب الشكل تبع البون، فانتو سبونجي اللي هو الكانسلس بون، او كومباكت اللي هو عباره عن الدنس بون، according to the fine structure أو حسب the fine structure، فمنقسمه into primary اللي هو عبارة عن immature bone أو moving bone أو osteoid، ما ينتكر ما ننسى أنه برضو اسمه osteoid، أو الثاني التقسيم الثاني اللي هي عبارة عن secondary bone اللي هو عبارة عن lamellar bone أو mature bone، وحسب histogenesis منقسمه into intramembranous، خلينا نحكي intramembranous formed bone وinto chondral formed bone اللي هم عبارة عن two forms of bone formation، تمام؟ أو histogenesis، histo معناها tissue and genesis معناها formation، فهي حسب كيف تكون البون into intramembranous and endochondral.
وهيك إن شاء الله نكون كملنا محاضرة البون كاملة. أنا أتمنى هيك الصورة اكتملت عندكم وصارت أوضح، وإن شاء الله صارت الأمور أبسط. نشوفكم إن شاء الله بالموضوع الجاي. أي سؤال أنا جاهزة، ويعطيكم العافية.